السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضاء حر، نخصصها للحديث عن جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة وميليشيات الحوثي تنطلق في سبتمبر المقبل بحسب إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن. الحكومة تؤكد أن أي مشاورات لا ترتكز على إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها على كافة المناطق ليست أكثر من مجرد نقاشات لن تحقق الهدف المنشود منها بالنظر إلى التجارب السابقة. تأتي هذه التطورات في حين لا يزال ملف الحديدة على حاله، رغم أنه كان المحفز الأساسي لانطلاق المشاورات المعلن عنها، وهذا يطرح سؤالا كبيرا: كيف يمكن تحقيق تقدم على صعيد الحل السياسي للأزمة اليمنية في حين لم يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق هذا التقدم على إحدى القضايا الفرعية في الملف اليمني الكبير؟ يقول البعض إن الأطراف الإقليمية المؤثرة على المشهد اليمني هي التي باتت تدفع باتجاه تحقيق الحل السياسي، وهذا من أهم شروط تحقيق التقدم المنتظر على هذا المسار، كما أن المجتمع الدولي يرغب بالذهاب إلى تسوية لا ترتكز على المرجعيات المعتمدة، وهو ما تراه الحكومة الشرعية مضيعة للوقت. فهل سينجح المبعوث الأممي هذه المرة في جمع الأطراف ناهيك عن النجاح بإحراز تقدم على صعيد المفاوضات المرتقبة؟ وما هي الأسس التي يستند عليها هذا التحرك والشكل الذي ستخرج به التسوية المقترحة في حال نجاحها؟ لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا المحلل السياسي سيف الوشلي من ألمانيا عبر السكايب، وأيضا من إسطنبول أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الباقي شمسان. أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ مع الأستاذ سيف الوشلي بالسؤال المشترك: هل يبدو إعلان المبعوث الأممي عن جولة جديدة من المشاورات واقعيا في ظل تصاعد المواجهات العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. بخصوص تحركات المبعوث الأممي، نحن نتمنى حقيقة له النجاح، وكل اليمنيين يتمنوا له النجاح. اليمن يعيش أزمة سياسية وأزمة إنسانية واضحة جدا، وهناك طبعا تدخل واضح إقليمي، وطبعا هناك حالة من النسيان من قبل المجتمع الدولي، أو نستطيع أن نسميها ربما حالة من التواطؤ أو عدم اللامبالاة والاكتراث لما يحصل في اليمن. نحن لا نزال ولا يزال كل اليمنيون يعولوا على أن يكون هناك دور إيجابي للأمم المتحدة وبالخصوص للمبعوث الدولي، ونتمنى أن هذه المساعي تفضي إلى حلول أو إلى تحقيق أشياء في الفترة القادمة. هذا أكيد يتمنى كل اليمنيين. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر من الإجابة. أيضا نفس التساؤل المشترك للدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، هل يبدو إعلان المبعوث الأممي عن بدء جولة جديدة من المشاورات واقعيا في ظل التصاعد العسكري على الميدان؟ لا أعتقد أن هنالك خطوات ستؤدي إلى وضع اليمنيين في مسار السلام، لأن هناك خلل بنيوي كبير. هذا الخلل يتمثل بالبون والفجوة بين المرجعيات الدولية واستراتيجية الدول الراعية التي هي تحارب على الحوثيين، وبالتالي تعتبر الحوثيين طرف من أطراف النزاع، ولهذا هي هناك سعي دولي لإيجاد تسوية باعتبار السلطة طرف. وأعتقد أن الحوثيين أعلنوا أنهم حمائم سلام قبيل أيام، قبيل اجتماع مجلس الأمن، وبنفس الوقت نحن ندرك منهم الحوثيين، وبالتالي اعتقد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيسير بنفس مسار بن عمر وولد الشيخ في مفاوضات وجولات، كل جولة تلد جولة دون الوصول إلى بر الأمان أو إلى إيجاد تسوية، لأن الخلل لابد إصلاح الخلل الرئيس المتمثل بأنها تعتمد على الدولة. وهناك جماعة ميليشياوية انقلابية على المجتمع الدولي أن يضغط لتصحيح
توصيف الجماعات في الحقل السياسي وحقل الصراع اليمني. نعم، إذا دكتور اتفقتم بأنها مفاوضات ربما يعني لا يعول عليها كثيرا بإنتاج حل سياسي. برأيك إلى أين تكمن المشكلة؟ هل في المبعوثين الأمميين أم في الحكومة الشرعية أم في ميليشيات الحوثي التي تعرقل أي تسوية سياسية؟ السؤال لي؟ نعم لك. أعتقد أن هناك دور في العملية. هناك نحن ندرك أن ميليشيات الحوثي لا علاقة لها بالسلام، لا علاقة لها بإيجاد تسوية، هي لا تقبل التعدد، لا تقبل التعايش مع المكونات السياسية والمجتمعية، هي تؤمن بالسلاح وتسعى للوصول للسلطة التي قطع مع الشعب اليمني عام 1962، وبالتالي هذا عنصر رئيسي، بمعنى أن هذه الجماعة كان هناك مؤتمر الحوار، كان هناك يعني أكثر من مؤتمر، أعطيت دخلت مؤتمر الحوار مع غض الطرف عن امتلاك هذا السلاح، وأعطيت فرص كثيرة، وأعطيت للحوثيين باعتبارهم امتداد للسلالات ما يسمى بالهاشمية منذ السبعينيات امتداد. بالنسبة للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي هنالك فجوة، هذه الفجوة تقوم على هذا الفاصل بين المرجعيات، لأن هناك مواثيق دولية فعل حدث لسلطة ديمقراطية منتخبة تحت رعاية مجلس الأمن وتحت رعاية المجتمع الدولي والإقليمي تتمثل وتم الانقلاب عليها، وبالتالي هناك وضوح. العنصر الثالث، هذه الجماعة تلعب بالتنسيق مع الاستراتيجية الإيرانية التي أيضا تدرك المطالب الغربية، والغرب له أيضا أهداف ببقاء الحوثيين، له أهداف ببقاء إيران، هدف بقاء إيران في المنطقة يخدم نعم إيجاد قلق في المنطقة تمثله إيران وليس إسرائيل. طيب، وإيران توظف الحوثيين كما وظفتهم في آخر ضرب للناقلات باعتبارهم الأداة لإيران، وأنهم سيقفلون مضيق المندب كما هو هرمز، بالتالي نحن أمام تعدد مداخل، لكن هذا لا يعني أن المسألة صعبة، ولا يعني أنه لا يمكن اجتثاث الحوثيين أو أن نعم. مسار السلام بعيد. المسار السلام يتمثل باستعادة السلطة الشرعية للسياسة والقيام بواجبها تجاه جماعة خارجة عن القانون وعن الدستور وارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، وبالتالي تستطيع أن تسوق ذلك. نعم. طيب أستاذ سيف الوشلي، إذن لا يمكن تحقيق السلام كما يقول الدكتور عبد الباقي شمسان لأن ميليشيات الحوثي لا علاقة لها بالسلام، وهناك تجارب سابقة عديدة لم تفضي لأي تسوية سياسية سابقة. دعني أختلف اختلاف كامل وتام مع طرحه ضيفك الكريم، والحقيقة على أرض الواقع هي المعاكسة تماما. نحن نعرف وكلنا نعرف جميعا أن من انقلب على الحوار ومن انقلب على الاتفاقات السياسية هو عبد ربه منصور، هذا واضح جدا. كانت هناك فترة زمنية محددة للحوار تم تجاوزها وتم تمديدها أكثر من مرة، ولايته التي انتخبت بطريقة يعني غير مقبولة كذلك انتهت. نعم أستاذ سيف، معذرة يعني نقطة ذكرتها مهمة ويجب أن نتوقف عندها، يعني الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي هو الذي انقلب على الشرعية، وميليشيات الحوثي لا علاقة لها بذلك، إذن هذا منطقك وطرحك. نعم، هذه هي الحقيقة، على أن من انقلب على العملية السياسية من بدايتها هو عبد ربه، وذلك أن ولايته انتهت واستمر في الحكم وهو قال أن ولايته انتهت واستمر بدون أي شرعية، هذا هو الذي فجر الأزمة السياسية في اليمن. طيب طبعا عندما وهذا واضح في مؤتمر الحوار الوطني، واضح في المبادرة الخليجية، هذه كلها واضحة، كم مدة ولاية عبد ربه ومتى يجب عليها أن يسلم السلطة، متى يجب أن تكون هناك انتخابات، متى يجب أن يكون هناك لجنة سلطة. هو خالف وتمرد على كل هذه الاتفاقيات وعلى كل هذه المرجعيات. على كل هنا بدأت المشكلة، لكن الوحيدة هناك مشكلة ثانية أن هناك دول مجاورة كسعودية والإمارات
هي من سعت إلى تفجير الوضع في اليمن، واستخدمت ما يسمى بمصطلح شرعية. هذا هو مجرد استخدام يعني، وهم يضحكون على من الآن ينتمون إلى صفوف ما يسمى بحكومة شرعية. الدول الخليج السعودية والإمارات تخدع الشعب اليمني، وهذا لم يعد رأيي أنا الآن. نعم. غالبية الناس في الشارع الجنوبي أصبح يقول هذا الكلام، لست أنا أقوله أنا أو طيب. أغلب من كانوا مع الشرعية أصبحوا يقولوا على أن المشكلة تبينت لهم مع مرور الأيام، على أن ما سمي بالتحالف العربي الذي أتى لدعم الشرعية إنما هذه كانت خدعة كبرى ولم يأتي لمساعدة الشعب اليمني، وإنما أراد أتى ليدمر اليمن ويؤجج الصراع. طبعا هناك خلافات بين الأطراف اليمنية، هذا طبيعي جدا، وهناك يعني أنت الآن تذهب إلى النتيجة. نعم أستاذ سيف، أنت الآن تتحدث عن النتيجة وتنسى السبب الرئيسي في المشكلة الذي أوصل اليمن وجاب بالتحالف وأوصل اليمن إلى هذه النقطة الصعبة من الحرب، وانقلاب ميليشيات الحوثي على كل المرجعيات وعلى كل الاتفاقيات وعلى مؤتمر الحوار الوطني. دعني لا نعم نعم دعني أتوجه بالسؤال. هذه الأشياء غير صحيحة. هنا واضح جدا أن هناك عدوان وهناك حرب، وتم استخدام هذه المعطيات وهذه الأوصاف والمصطلحات من شرعية وما شابه ذلك. هذه لم تكن فقط إلا فزاعات ومبررات للتدخل في اليمن وشن العدوان عليه. وهناك اليمن كان مقبل على عملية سياسية، كان بإمكانه أن يتقدم سياسيا ويتطور بما لا يرقب به الخليج ودول الخليج. طيب، أمر مقبول لدى دول الخليج، ولذلك سعوا إلى إيجاد فتنة في اليمن وتأجيجها واستخدام مثل ما ذكرنا مصطلحات شرعية وما أشبه ذلك. لكن هذه الحقيقة، هذه المزاعم انكشفت مع مرور الأيام، وتبين الآن للشعب اليمني وحتى لمن وقفوا مع التحالف ومع الشرعية، تبين لهم أن التحالف لم يأتي لدعم الشرعية ولا لدعم الشعب اليمني ولا لمساعدة الشعب اليمني، وإنما أتى لتدمير اليمن. وواضح جدا الآن هناك مناطق يسيطر عليها التحالف وتسيطر عليها ما تسمى بالشرعية في الجنوب. ماذا يعملون هناك؟ ماذا تعمل؟ ماذا يقدمون للناس من خدمات؟ هناك فوضى أمنية، هناك عدم استقرار، هناك مجاعة، هناك عدم توفر للخدمات. أين كل هذه الادعاءات؟ هناك أين كل هذه الادعاءات؟ طيب حتى لا نذهب بعيدا أستاذ سيف. نعم نعم، حتى لا نذهب بعيدا يعني أنقل وجهة نظرك للدكتور عبد الباقي شمسان وأسمع من الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، إذا من انقلب على الشرعية وعلى من هو الرئيس عبد ربه منصور؟ هادي يعني من أوصل اليمنيين إلى هذه النقطة هو التحالف العربي الذي جاء بعدوان كما يقول الوشلي على اليمن، واليمن كان مقبل على عملية سياسية لولا هذا التدخل. ما رأيك؟ أولا أرجو أن تعطي وقت للضيفين بشكل متزن، حافظ على هذا لأني حتى يكون هنالك أخذ وعطاء. أولا بالنسبة للانقلاب على الرئيس الشرعي، نحن ندرك وندرك الفقه الدستوري يتحدث، يعني هل هم رئيس شرعي منتخب؟ تمت عمليات، نحن ندرك من الذي سعى إلى وصول الدولة إلى فراغ دستوري من خلال تفجير الكهرباء وقطع الطرقات ورفع أسعار العملة المحلية وخلق أزمات المشتقات وإقامة المظاهرات حتى وعرقلت الحوار الوطني حتى توصل البلد إلى فراغ دستوري. ونحن ندرك أنه عندما حليفهم صالح أن المادة السابعة الفقرة باء من المبادرة الخليجية تقول تنتهي المرحلة الثانية من رئاسة الجمهورية بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد، أي أن عبد الرب منصور هادي رئيسا شرعيا حتى يتم الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس. قاموا بالعرضي، بالتالي كان رهان هذه الجماعة على وصول البلد لفراغ دستوري. اثنان، حتى إذا كان رئيس الجمهورية قد أكمل وهناك فقرة واضحة لم تنتهي فترة ولايته إلا بالاستفتاء، هؤلاء كانوا يخططون ويسعون ويضعون خطط لإيجاد فراغ دستوري. ثم هل يجوز
أن يتم انقلاب على رئيس شرعي، لأنه انتهت الفترة. نحن ندرك بل الفقه الدستوري أنه حتى البرلمان اليمني في حال عدم انتخاب برلمان جديد يتم استدعاء البرلمان الآخر برلمان حتى يتم انتخاب برلمان جديد. كان نقطة العبور الآمنة للشعب اليمني إجراء انتخابات في أقرب وقت عدد لستة، لكن كان هناك نعم. مشاريع. اثنين، من نحن هذه المغالطات أن الحوثيين هل يجوز لهم أن يبرهنوا يعني أنه أن الرئيس يعني تجاوز فترته بانقلاب على السلطة وبارتكاب كل هذه الجرائم وتهديد السيادة الوطنية وتدمير النسيج الاجتماعي وتدمير النسيج العقائدي؟ هذا مشروع سلالي مدعوم إيرانيا للعودة إلى السلطة والقضاء والانقضاض على الجمهورية وتأسيس جمهورية إسلامية على الشكل الإيرانية. بالتالي هذه المغالطات دول التحالف جاءت لاحقا، الذي كان يقيم علاقات مع إيران واستدعى إيران إلى خاصرة دول الخليج هم الحوثيين، هؤلاء الذي قبل أيام نفذوا عملية تفجير للبارقتين، هؤلاء الذي يتقدم لهم الدعم، هؤلاء الذين حاولوا يعني التحول نحو الاثنا عشرية من الزيدية، هؤلاء الذين الآن يلعبون دورا لتقسيم أو تشظيئة الجغرافيا اليمنية إلى ثنائيات وطنية وعقائدية أكثر. هذه الذي يسعى إلى الحفاظ على طيب سيرتنا دكتور، نعم الوطنية والحفاظ على منظومتنا العقائدية والوطنية، نعم طيب دكتور، هناك طرق نكتفي بهذا الرد. وطنية وهناك نعم مؤتمر حوار. لو سمحت بجملة واحدة، جملة واحدة، يوم التوقيع على اتفاقية العهد والاتفاق في صنعاء كانوا يستولون وسلمت لهم صنعاء من قبل حليفهم، ويوم ما كان الشباب في ساحة التغيير كانوا يستولون على صعداء. هذه المغالطات لا تنطلي على الشعب اليمني نعم ولا تنطلي علينا بعد هذه الفترات. نكتفي بهذا القدر بهذه الإجابة، ونعود لموضوعنا الأهم لموضوع هذه الحلقة دكتور، مع انطلاق الآن الجولة الجديدة المنتظرة للمباحثات. هل نستطيع القول بأن المجتمع الدولي بدأ يضغط في اتجاه وإنجاز تسوية سياسية للأزمة اليمنية؟ دكتور عبد الباقي، السؤال لك. نعم من السؤال بشير؟ نعم، عفوا، أعيد لو سمحت. السؤال الآن، يعني مع انطلاق الآن جولة منتظرة للمباحثات، هل تعتقد بأن المجتمع الدولي هذه المرة يعني يضغط باتجاه إنجاز تسوية سياسية حقيقية للأزمة اليمنية؟ المجتمع الدولي كلما تقدمت القوات الشرعية المدعومة بالتحالف باتجاه استعادة جغرافيا أو باستعادة المحافظات الساحلية، كلما تحرك المجتمع الدولي للذهاب نحو مفاوضات لإيقاف استعادة الجغرافية استعادة الشرعية. صحيح أن هنالك خلل وهناك استراتيجيات لدول التحالف في اليمن قوضت الشرعية ولها سلبيات وتداعيات كثيرة، لكن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا للحفاظ على الحوثيين ولبقاء إيران في المنطقة، وبالتالي الحوثيين سيتقدمون للمجتمع الدولي كحمايه من السلام بهدف قد يسوقون ذاتهم بأنهم مع السلام، وبنفس الوقت يتم الاعتراف بهم كطرف وحيد بعيد يعني دون صالح في مفاوضات قادمة. وإذا ما ضغط المجتمع الدولي بشكل كبير على كل الأطراف للذهاب نحو تسويات، نحن سنذهب في جولات مكوكية على شاكلة الكويت الذي سيخسر فيه السلطة الشرعية دول التحالف، لأنها ستعترف بالحوثيين كطرف. ومن هنا الحوثيين هذا ما يريدونه، ولكنهم خلال مفاوضات سيستمرون في الهيمنة والاستعداد لعملية عسكرية، لأنهم لا يمكن لهذه الجماعة أن نعم تتعايش حتى مع طرف آخر. لم يستطيعوا التعايش مع حليفهم صالح الذي سلم لهم صنعاء، فما بالك بالشعب اليمني ومكوناته. بالتالي نحن سنذهب، لو ذهبنا تحت الضغط سنذهب إلى جولات مفرغة طيب نعم التوصل الحوثيين، ليس لديهم أي مشروع سلام أو أي رؤية للسلام. نعم طيب أستاذ سيف الوشلي، إذا كانت جماعة الحوثي الآن هي السبب والمعرقل في عدم إحراز أي تقدم
لملف المفاوضات في الحديدة، كيف يمكن لها يعني أن تقبل بإنجاز وإنجاح عملية سياسية شاملة؟ أولا، هناك مسألتين كان لابد أن أعقب عليهم، وهو موضوع الفزاعة الإيرانية. أنا أستغرب من الأستاذ عبد الباقي، وهو أستاذ علوم اجتماع، أنه يردد نفس الكلام الذي تردده دول العدوان ودول التحالف. ويفترض مننا جميعا كيمنيين أن نكون أن نفكر بواقعية وبما يقدم اليمن وبما هو واقعي على أرض الواقع. يعني ما هي الواقعية من وجهة نظرك أستاذ سيف؟ الواقعية من وجهة نظرك يعني يبارك اليمنيون الانقلاب بميليشيات الحوثي؟ الواقعية أنه يتم استخدام فزاعة إيران ضمن الصراع الخليجي الإيراني، ونحن نكون ضحية. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، متى استطاع التحالف العربي أن يوجد دليل واحد على أن هناك دعم إيراني؟ هناك اتهام ليلا ونهارا، لكن هناك أربع سنوات كثير مرات دون الكثير من الأدلة. أستاذ سيف، الكثير من الأدلة تم توثيقها بالصوت والصورة ونشرت عبر وسائل الإعلام لأسلحة إيرانية، وقبلها أيضا الحكومة الشرعية قبل الحرب، الحكومة الشرعية قبل الحرب، جيهان واحد وجيهان اثنين. أستاذ سيف، يعني سيطرت عليها الحكومة الشرعية وهي أسلحة إيرانية جاءت لإمداد الحوثيين حتى قبل الحرب، كيف يمكن إنكار هذه الحقائق؟ هذا لم يستطيع الآن المجلس الأمن، طلب هذا الأمر من التحالف أكثر من مرة أن يقدم أدلة ولم يستطع أن يقدم. لهذا طيب نعود لملف المفاوضات. أستاذ سيف، حتى لا نذهب الآن، إيران ممكن نفتح لها حلقة أخرى. اليمن تشرف على البحر، نعم، وتشرف على السفن التجارية. إذا أردنا نحن كيمنيين بمعزل عن الصراعات الإقليمية أردنا أن نصل إلى حلول، فيجب علينا ألا لا ننجر ولا ننخرط مع هذه الصراعات السعودية. الواقع في اليمن هو ليس صراع بين طيب أجب على سؤالي أستاذ سيف حتى لا نذهب بعيدا أخرى. إذا تكرمت أستاذ سيف، هو صراع أستاذ سيف بين إذا تكرمت السعودية إذا تكرمت أنا لا أسمعك لأن الصوت إذا تكرمت خطأ. نعم، نعود لموضوع حلقتنا والمفاوضات الأممية الآن. إذا كانت ميليشيات الحوثي، سؤالي الذي لم تجيب عليه، يعني عرقلت أي تسوية لملف الحديدة وميناء الحديدة، كيف يمكن إنجاز مفاوضات شاملة للأزمة اليمنية بأكملها؟ واضح جدا، من الواضح جدا أن من يعرقل المفاوضات هي دول التحالف، السعودية والإمارات هي التي لا تريد تسوية سياسية. والدليل على أن مساعي المبعوث الدولي بدأت من قبل معركة الحديدة، وكانت له رؤية وله خطة، ومجرد أن بدأ بهذه المساعي تم إعاقة هذه المساعي باختلاق أزمة ومعركة الحديدة التي هي واضح جدا كان الهدف الأساسي منها هو إعاقة دور المبعوث الأممي. نحن نقول هنا أنه حتى أيام الكويت وحتى أيام المفاوضات التي جرت في جنيف كان واضح جدا على أن من يقف ويعيق المفاوضات والتقدم باتجاه حلول سياسية هي السعودية، النظام السعودي والنظام الإماراتي. لذا وواضح جدا طيب لماذا يكذب حسنا أن من ابتدأ الحرب ومن يحارب اليمن هي السعودية والإمارات. إذا أريد للسلام أن يتحقق في اليمن فواضح جدا من أين يبتدأ السلام. يجب على هذه الدولتين أن توقف حربها وعدوانها وحصارها على اليمن. هناك أزمة. طيب إذا كانت الصورة كما تقول طبيعي جدا زي أي نعم، إذا كانت الصورة كما تقول أستاذ سيف أن السبب في عدم وصول أي تسوية سياسية هو التحالف العربي، التنازلات التي قدمتها ميليشيات الحوثي ما هي منذ انطلاق الحرب وفي كل المفاوضات حتى يصدق اليمنيون ما تقول؟ هناك دائما تقديم تنازلات حصلت من قبل أنصار الله سواء في جنيف أو سواء في الكويت، وهذا ما هي؟ هو أكبر دليل تشهد به الأمم المتحدة على أن دائما من يقدم تنازلات من أجل الوصول إلى حلول ومن أجل التوافق هم أنصار الله، بعكس الحكومة الشرعية وبعكس النظام السعودي
الذي دائما يتعنت ويحرض ويرفض ويحاول أن يعيق كل المحاولات طيب. الأممية في حل الأزمة والصراع في بين اليمن والسعودية. طيب دكتور عبد الباقي شمسان. نعم دكتور عبد الباقي شمسان. نعم أستاذ سيف. دكتور عبد الباقي شمسان، إذن كل التنازلات دائما تحصل من ميليشيات الحوثي وتقدمها دائما في كل المفاوضات، والسبب في من يعرقل أي تسوية سياسية والتحالف العربي والحكومة الشرعية، ما رأيك بهذا الطرح؟ أعتقد أن المسألة يعني هذه المغالطات وتضليل الرأي العام أصبح مدرك أن هذا الكلام ليس له أي دليل من الصحة. نحن نعرف أن هذه الجماعة هي التي عاقت اتساق الشعب اليمني في التحول الديمقراطي من مرحلة انتقالية نظراً لمشروعها الخاص ما قبل الوطني التي تحالفت معه مع صالح. وقبل التعليق، نحن أمام تصريحات حسن نصر الله وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عن العاصمة الرابعة التي أصبحت تحت نفوذ إيران، هذه المغالطات بأنها بعيدة، واتفاقيات 5+6، والآن المشاورات حول يعني اليمن في إطار الصفقة الأمريكية الأوروبية. هذه المغالطات بأن لا علاقة لإيران بالحوثيين أعتقد أنها شماعة. اثنين، بالنسبة للتنازلات، أنا كشخص لا أعتقد أننا نطالب بالتنازلات. نحن الشعب اليمني برمته يتوجب عليه إنهاء الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية، لا تنازل مع جماعة انقلابية ليست طرفا شرعيا. هذه جماعة انقلابية لديها ميليشيات غير وطنية، وبالتالي عندما تقدم تنازلات بأي صفة لها، هذه جماعة انقلابية، علينا أن نحيلها إلى المحاكم الوطنية والدولية، وعلينا إحالة قادتها للمحاكم الوطنية والدولية، وبالتالي الحديث عن الانسحاب من المدن. أنا كنت ضد كل الطروحات التي تمت في الكويت من الانسحاب في المدن. أنا لست مع التفاوض مع الحوثيين، ليس من باب تعصب ولكن من باب دربة معرفة بهذه الجماعة، وبالتالي أكون كذا بشكل غير متعصب على الشعب اليمني أن يستعيد جغرافيته وسيادته، وعليه أن يحيل هذه الجماعة إلى المحاكم الوطنية والدولية، وعليه وعلى كل الذين أدوا إلى تدمير مكتسبات الشعب اليمني من تحت مسؤوليتهم التاريخية. الحديث عن تنازلات وعن أنهم قدموا بأي صفة يقدمون، هذه جماعة انقلابية، أي تنازل يقدمون وعلى من يمنوا علينا، أو انقلبوا علينا، سرقوا أموال ونهبوا البنك المركزي، دمروا سلاحنا، مزقوا نسيجنا الوطني، هددوا، أدوا الآن إلى يمكن أن تكون يمن أكثر من دويلة. نعم. ما هو التنازل اللي قدموا؟ كل الصحفيين في السجون، المختفين قسريا، التلاعب بالعملة، الفساد، التعامل ما فوق المواطن اليمني، كل هذه طيب دكتور. الكوارث الوطنية وتنازلات، علينا أن نحسم أمرنا وأن نحاكمهم ولا نذهب لهم بالتفاوض. نعم. طيب دكتور، هناك الآن ربما توجه دولي إنجاح أو إيجاد حل سياسي خارج عن المرجعيات الأساسية التي تنطلق منها كل المفاوضات التي تشدد عليها الحكومة الشرعية، هل يمكن للمجتمع الدولي أن ينجح في ذلك؟ المجتمع منذ أول اجتماع له مع المبعوث بن عمر ووصف جميع الأطراف بأطراف النزاع، وكنا نحن قد تحدثنا في حينه أننا نرفض من السلطة الشرعية قبول أطراف النزاع، لأن أطراف النزاع يعني أن لا فرق بين كان صالح والحوثيين والسلطة الشرعية، وبالتالي يمكن قبول أطراف النزاع في حالة واحدة، إذا كان الحوثيين وصالح سيقدمون بالفعل تنازلات تخفيفا للكلفة الوطنية. لكن الآن بعد أن دفعنا كل هذه الأثمان ودمرنا كل مقدراتنا وهناك مجموعة من الضحايا، هل يمكن لنا أن نتحدث عن أطراف نزاع؟ المجتمع الدولي يريد إيجاد تسوية تحت رعاية دولية، هذه التسوية توطن الحوثيين في الحقل السياسي، توجد يعني جماعات أخرى في المناطق الجنوبية، توجد أكثر من كيان بهويات ما قبل وطنية، الهويات ما قبل وطنية التي تسعى لتحقيق الاعتراف تكون لديها نزوع دائما نحو فك الارتباط ونحو العنف للتعبير عن وجودها، وبالتالي سنظل في دولة مملوءة بالثارات الوطنية
لأننا لم ندخل في عدالة انتقالية. المجتمع الدولي لم يطبق يعني كل مرجعياته بالدويلات التي شهدت حروب أهلية، ولم يطبق دربته العملية في إيجاد الحلول. هو سعى إلى إيجاد بلد رخو بهدف بقائه غير مستقر لاستنزاف المملكة العربية السعودية واستنزاف دول الخليج. علينا نحن اليمنيين ألا نكون يعني ندفع ثمن لتحقيق هدف آخر. علينا أن نحن نقول دول التحالف، أنا لست مع دول التحالف، نقول لدول التحالف نحن لسنا بحاجة إلى وجود قوات إماراتية ولا سعودية، نحن بحاجة إلى بعض الدعم لجيشنا الوطني، وجيشنا الوطني عليه أن يحدد هوية الصراع بين الجمهوريين والملكيين. وأنا أؤكد لك أن شعبنا اليمني وجيشنا الوطني سينهي هذا المشروع ما قبل الوطني والسلالي بجماهيره وشعبه. لم يعد هنالك الجماعات فقط التي الآن تخضع بالعنف أو عقائديا تحت الخطيئة، ولكن هذا المشروع زائل وأكد لك. نعم. طيب أستاذ سيف الوشلي، كما تعلم الحكومة الشرعية تشدد وتقول أنها لن تقبل بأي تسوية سياسية ولن تذهب بأي تسوية سياسية إلا إذا كانت تنطلق من المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية. إذن على أي أساس أو على ما تعتمد جماعة الحوثي للذهاب لمشاورات سياسية إذا كانت شروط الحكومة الشرعية واضحة منذ البداية؟ أنا بتصوري أن المشكلة هو أن ما يسمى بحكومة شرعية لا تمتلك شعبية على أرض الواقع، وهذا هو سبب جوهري في عدم قدرتها على الوصول تحقيق أي هدف سواء سياسي، لا في المفاوضات ولا خلال هذه فترة العدوان، ولا كذلك على أرض الواقع عسكريا. السبب أن هذه الحكومة لا تمتلك شعبية ولا شرعية لا في المناطق الجنوبية، ونحن نعرف الآن الشارع الجنوبي كله منتفض ضد ما يسمى بشرعية. في الشمال واضح جدا أن غالبية الأحزاب والمكونات وأبناء المحافظات كلهم لا يعترفوا بهذه الشرعية، حتى الإمارات نفسها لا تعترف بهذه الشرعية، وهي تتصرف في الجنوب دون أن تستأذن أو تسأل الشرعية في أي شيء تعترف. واضح جدا أن الشرعية، أن ما يسمى بالشرعية تشتكي دائما من تصرفات الإمارات. إذن نحن واضح جدا إذا أراد الأطراف اليمنية أن يكون هناك حل للصراع فعليهم أن يوجدوا مكون سياسي له شعبية على أرض الواقع. أما بالنسبة لعبد ربه فهم يراهنون على 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 قش، لن يوصلهم الى بر الامام على الاطلاق، وهذه سفينه غارقه وهالكه. وواضح جدا ان حتى التحالف الذي 17 دوله تدعم ما يسمى بشرعيه فشلت جراء ان هذه الحكومه لا تمتلك شرعيه هنا. هذا هو السبب الحقيقي. اخي العزيز دكتور عبد الباقي، نحن اليمنيين جميعا لدينا القدرة على حل مشاكلنا داخليا، ولكن يجب أن لا نراهن على العوامل الخارجية التي لا تحب اليمن ولا تحب مصلحة اليمن. ونحن هنا هي هذه المشكلة. يجب أن نعرف أن هنا أن الصراع الآن الحاصل في اليمن هو صراع يمني سعودي إماراتي. يريدون أن يدمروا اليمن، يريدوا أن يخربوا اليمن. ماذا قدموا؟ أنا أسأل الآن، أنتم الآن من أتباع الشرعية، ماذا قدموا لكم؟ ماذا قدموا لكم على أرض الواقع؟ ماذا قدموا لكم سياسيا؟ ماذا قدموا لكم عسكريا؟ ماذا استفدتم؟ ماذا حققتم؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح عليكم. إذا كان خلال 4 سنوات لم تستفيدوا من هذا التحالف الذي تعتمدوا عليه، فماذا ستحققوا في المستقبل؟ إذا هنا نحن نقول أن على اليمنيين أولا أن يتفقوا فيما بينهم على 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 مسار واضح لحل المشاكل الداخليه. لكن نعم. هذه الاماني التي تتحدث عنها استاذ سيف، كلما ذكرته بدايه يعني اسمح لي استاذ سيف كلما ذكرته يعني ربما يخالف للمنطق وللحقيقه. الرئيس الشرعي للبلاد والمعترف به دوليا في كل مكان هو الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، والحكومه الشرعيه ميليشيا الحوثيه ميليشيا انقلابيه لم يعترف فيها ولا في اي مكان.
يعني ما تحاول انت الان ان تروج له وتصور الوضع وكان اسمح لي استاذ انت الان تصور الوضع وكان اسمح لي استاذ سيف اسمح لي استاذ سيف لو سمحت المزيفه الخارجيه طيب اكمل فكرتي طيب هذا يجب ان يستوعبه الجميع مستوعب له واليمنيون يعرفون ذلك دكتور عبد الباقي شمسان اذا ربما الاستاذ سيف الوشري يحاول تصوير الوضع وكان لا شرعيه في اليمن ولا لاحد يعني من بيده القوه هو من يملك الشرعيه وايضا الرئيس عبد ربه منصور هادي لن يوصل اليمنيين والحكومه الشرعيه الى اي يعني الى نجاح في اليمن او الى انهاء لهذه الحرب والتحالف من خلفهم ما رايك بما يقول؟ اولا نحن لسنا اتباع الشرعيه نحن مع الشرعيه الجسر الامن لمرور الشعب اليمني نحو التسويلة هذا العنصر الاول نحن وجهنا نقد للشرعيه صحيح ان ليس لديها شعبيه كما يقول لكن هنا الشعبيه ليس معيار وهنا له علاقه الشعبيه بما تقوم به احدى دول التحالف وهذا لا خلاف عليه لكن الشرعيه معترف بها في الامم المتحده بالمبادرة الخليجية بانتخابات التي تمت وبالتالي نحن نوجه النقد الشرعية ولكنها لن نتخلى على الشرعية كجسر أمور عابر المشكلة بتاعتنا يمنية ولهذا نحن قلنا أن المشكلة جمهورية إمامية وبالتالي حل هذه المشكلة يقوم بعودة واستعابة الجمهورية واستعابة الجمهورية هذه لا تقوم على التفاوض يا سيد وشلي بل تقوم على انسحاب الحوثيين ومحاكمتهم و يعني وتحملهم مسؤولية ما ارتكبوا من جرائم لقد تم التصالح مع الجماعة السائل الملكية عام 70 باتفاق المملكة العربية السعودية وتم التناسق معهم في الحكومة ولكنهم خططوا لثورة مضادة نفذوها في سبتمبر وبالتالي هنا هذا فعل قصدي تم التخطيط له وأيضا تخلصوا من حليفهم هذه جماعة يتوجب علينا نحن اليمنيين أن نحلها بطريقتنا كان هناك حوار وطني كان هنالك وتم قبولهم بأسلحتهم وهم من أنقلبوا على الحوار الوطني وهم من أنقلبوا على المرحلة الانتقالية وهم من أنقلبوا على الثوابت الوطنية بمشاريعهم الخاصة وبالتالي نحن اليمنيين سنحل مشكلتنا نحددها بهوية الصراع جمهوري إمامي ملكي وعلينا أن نستعيد الجمهورية بالفعل العسكري وليس بالتفاوض مع هذه الجماعة هذا الكلام بتاعي بعيد عن الألفاظ الدبلوماسية بعيد عن الحديث عن السلام وعن تصريحات الحوثيين أنهم مع السلام وبعيدا عن الحديث أن العدوان وعدوان لدول التحالف أطماع في اليمن ندركها ولكننا وقفنا ضد التحالف وقفنا ضد أخطاء التحالف لكننا سنقف ضد المشروع هذا الإمامي وسنحدد هويته والمسؤول ليس السلطة الشرعية المسؤول على حل مشكلة اليمنيين المكونات الوطنية اليمنية التي عليها أن تستعيد اليمن الجمهوري وتحافظ على سيادته من هذه الجماعة السلالية الإمامية بشكل واضح نعم أستاذ سيف الوشلي إذا تحدثنا عن شكل التسوية السياسية إن نجحت في المستقبل برأيك ما هو يعني أو يعني الشكل الذي تسعى إليه وتسعى لتحقيق ميليشيات الحوثي؟ أولا يجب أن نوضح نقطة مهمة وهذه هي الجوهرية في الصراع والحرب والعدوان الحاصل على اليمن ما يتحدث به الأخ الدكتور عبد الباقي من لغة وأسلوب سياسي واضح يا أخي عبد الباقي أنكم فشلتم تحملون هذه اللغة منذ أكثر من 4 أعوام وكذلك يرددها ويدعمها ويشجعها دول التحالف لكن هذه اللغة ماذا أفادتكم؟ ماذا أفادت ما يسمى بأتباع شرعية؟ ماذا أفادت التحالف؟ لم تستطيعوا أن تقنعوا الشارع اليمني بهذه اللغة أنتم تتحدثون عن خيالات وعن أوهام وعن أشياء غير واقعية لذلك وأنت تتحدث وكأن ميليشيات الحوثي وأنت تتحدث أستاذ سيف وأنت تتحدث وكأن ميليشيات الحوثي اليمنيون يرحبون بها في كل الشوارع ويهتفون باسمها وبصوتها وأنت تعلم كل الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمنيين وهي السبب في كل البلاء الذي وصل إلى اليمن في هذه اللحظة
على الأقل الجيش أنصار الله اللجان الشعبية بدون أن تدعمهم أي دولة إقليمية أو استطاعوا أن يفشلوا 17 دولة متحالفة بالإضافة إلى دول غربية كبرى تدعم هذه العمليات وهذا العدوان على اليمن. فشلوا بسبب أنهم لا يمتلكوا مشروع يتناغم مع الشعب، يخاطب الشعب، يقنع الشعب، لا يوجد مشروع. أما بالنسبة لأنصار الله ليسهم هم أطماع سلطة ولا يريدون السلطة، هم يدافعون في الوقت الراهن على عدوان يحصل على يا أستاذ سيف من يتابعك الآن، والله من يتابعك الآن أن يحكموا في صنعاء فليأتوا أهلا وسهلا. نعم يتبرعوا. من يسمعك الآن ربما يصاب بنوع من الضحك. ويأتوا يتفضلوا ويأخذوا السلطة، لا أحد يمنعهم. لكن سيف، أنك تريد أن تصل إلى صنعاء عن طريق الدبابة الإماراتية وعن طريق الدبابة السعودية، هذا الأمر لا يمكن أن يقبل بأي وأنتم يمني. وميليشيات الحوثي لا يمكن أن تصل لحكم اليمن بالسلاح والدبابة التي سيطرت عليها من قوات الجيش الوطني، من قوات الجيش اليمني بأكمله بعد أن اغتصبت السلطة والدولة والجيش. طيب سؤال أخير فقط أجبني عليه حتى أستفيد من إجابتك، يعني ما هي سقف طموحات ميليشيات الحوثي من أي تسوية سياسية باختصار لأنه انتهى الوقت في دقيقة؟ والسقف هو واضح جدا، وقف الحرب، وقف العدوان، وقف الحصار. أي عملية سياسية بعد وقف الحرب ووقف الحصار ووقف العدوان، أي عملية سياسية يتفق عليها كل اليمنيين، هذا بحيث يكون اتفاق سياسي شامل. هذا ما يدعمه أنصار الله وتدعمه كل القوى الوطنية التي تقف ضد العدوان. هذه ثوابت سيادية وثوابت كرامة لا يمكن التخلي عنها، وهي نفس المطالب منذ اللحظة الأولى في العدوان إلى حد هذا اليوم وستستمر. طيب. وإذا لم يتم تحقيق هذه الأشياء فأي مفاوضات يكون مصيرها الفشل. طيب دكتور عبد الباقي شمسان، لا شك يعني في الوقت الذي تتعامل فيه القرارات الأممية مع الأزمة اليمنية هناك انقلاب وهناك شرعية، لكن الآن في وقت التفاوض يتعامل وكأنه طرفي أزمة، يعني إذا ما استمر التباحث بهذا الشكل أي تسوية سياسية ستنتجها أي مباحثات؟ أولا دعني أقول أن الحوثيين هم أضعف من عش العنكبوت، وبالتالي هو يعلم أن بقاؤهم 4 سنوات ناتج عن استراتيجيات كانت لدول التحالف واستراتيجيات غربية حافظت عليهم وفق الاتفاقيات بين إيران والولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي كان هناك توجه غربي للحفاظ على الحوثيين باعتبار إعادة تشكيل الجغرافيات العربية بين ثنائيات عقائدية مذهبية شيعية وسنية وكردية وعربية، وبالتالي ليس بقوتهم. وبالتالي لكن دعني أقول أن مقدار من سينتصر في الأخير هو الشعب اليمني الجمهوري. هذا المشروع مقسم لن ستفضي إلى سلام، لأنها ستقودنا إلى جولات والحوثيين سيستفيدون من الاعتراف بهم كطرف، ولكن علينا نحن اليمنيين الذين نحمل المشروع الوطني ولسنا أتباع الشرعية أو أكررها له، نحن مع الشرعية لأننا انتخبناها وما زالت قائمة ولسنا أتباعها. نحن حر أحرار نتخذ قرارنا باستقلال، نقول كلمتنا ضد الشرعية وضد دول التحالف. مشروعنا تحديد هوية الصراع بغض النظر عن المفاوضات الذاهبة لها مع مثل الأمم المتحدة. هناك صراع بين المشروع الجمهوري والمشروع الملكي الثورة المضادة، وحتما النصر للنظام الجمهوري. كان هناك الحصار 70 واستمر الصراع لسنوات، نحن سنقاتلهم حتى نستعيد الجمهورية ونستعيد صنعاء عاصمة اليمن. لا يحلموا بما حققوا، ومهما كانت الضغوط الدولية ومهما كانت أخطاء السلطة الشرعية والدولة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الباقي شمسان، والشكر أيضا للمحلل السياسي الأستاذ سيف الوشلي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، وأيضا في التنسيق الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.